يجيبوا لي جلطة بصوتي، لك ساعة بيطلع صوتي، ساعة ما بتطلع لك. مرحبا. لا تحاكيني، زعلانة منك. مو مشكلة. شو؟ مو مشكلة براضيكي. ما بدي تراضيني. انت شلون بتقلي جاية فورا وما بتجي لهلأ؟ خليها لربك، خليها لربك. كل الكلام بينحكى مو كله بينحكى. كنت طالع من المديرية، قام شافني المدير، كلفني بمهمة، قمت اضطريت اتأخر. شوف كامل، قصر الكلام. انا ما عاد اقدر اتحمل شوفتها بهالبيت. اذا ما بتقلعها هلأ بحمل حالي وبضب اغراضي انا واللي ببطني وما عاد بتشوفنا بدوبها. وين بدك تروحي؟ ما دخلك. ان شاء الله بتدخلي بال... شلون ما دخلني حبيبتي؟ شلون ما دخلني؟ اذا كنت بتعبنا وبيهمك راحت بالنا كنت املت لنا الامن والاستقرار ببيتنا. لكن لك يا حبيبتي يا سهام يا روحي يا قلبي، يعني انت برايك هلا هيك معقول نكمل بقيه حياتنا؟ معقوله ونص؟ لك انا عاجبتك تصرفاتها معي؟ ما في غير بتهجم علي على الاوضه، بتضربني، بتشد لي شعري وبتقول لي يا مجنونه. لو كنت حجر كنت انكسرت. لك انا لو كنت حجر كنت انكسرت. لك انا حبالي الصوتيه عم تنكسر، انت بتشدي بحبالي وهي بتشد بحبالي. لك حاجبها هي اللي قالت انه انت اللي شديتي لها. من فوق الفرشة نطلع لك، من قلب الكادر نطلع لك. شبك انت سهام شبك؟ لسه ما في غير نازل خناقات مع جوزك وزرتك. لفيها وديري بالك على ابنك يلي ببطنك. لك ايه ما عاد بقدر اتحملها يا صفاء، ما عاد بقدر اتحملها. ما عاد بدي اشوفها هون، ما عاد بدي اشوفها عم شلل لانه عم صير مجنونة. شو يعني ما عم تقدري تتحمليها؟ انت بغرفتك وهي بغرفتها. لا تحاكيها، ما بتحاكيكي. ما حدا فهمان علي، ما حدا فهمان علي. بعد العرس ما في قرص، وإذا ما خليته يطلقها هلأ بهالتسعة أشهر ما عاد يطلقها بالمرة. وأنا بدي جوزي إلي لعالي. فهمتي ولا ما فهمتي؟ شوفي سهام، إذا بدك تضلي توجعي راس جوزك وتعملي له مشاكل ما رح يرجع لا إليك ولا إلك. بهج وبيترككم اثنيناتكم تنقروا بعض. فحاجب ألفية هلكتي لهالرجال. لسه ما في غير كل يوم والتاني بيفتح لي تليفون وبيستنجد فيني. دخيلك تعي شوفي أختك، دخيلك تعي دبرينا، دخيلك تعي لحقيني قبل ما ارتكب لي شي جريمة. طيب انت شو بتنصحيني اعمل؟ ما تعملي شيء ولا تتصرفي بشيء. انت بس التهي بالببو تبعك، لا تحاكيها ما بتحاكيكي. انتهى انتهى. كل الحق على كامل. علي ما علي، الحق عليك. ليش الحق علي؟ ليش انا كمان من حقي انه يصير اب؟ من حقي انه يصير اب؟ انا لو عرفان انه سيامته تحبال ما انضربت على انتي وجوز سعاد. لك غلطك انك مسكنهم بيت واحد. القاضي لك شو غلطي انه مسكنهم بيت واحد؟ انا عجزت فيها لسعاد، عجزت انه تروح تقعد شهر عند اهلها، ما قبلت. شو بسبب حالي؟ اخي ما لك غير حل واحد، تستاجر لها بيت صغير وتقعد فيه. لك انا 1000 ليره اجار هالبيت ما عم بقدر ادفعه، بدك يعني استاجر بيت ثاني؟ انت احكي مع مرتك، واذا وافقت انا بدفع لك اجره البيت سداده. شو صار معك؟ انا حكيت معه وهديته شوي، بس ما بقدر اوعدكم بنوب اني قنعته بشي. الله يكون بعونك يا جوز التنتين، ما بتنحسد نهائيا على هالعيشه. شايف نبي؟ شايف عديلك شو عم يصير معه؟ بالحق عليك، انا محله بضوي للتنتين، وعلي ما علي بجوزه 4 بداله وعمره ما حدا يرى. شو عم تعملي؟ عم ضب اغراضي. وين رايحه؟ عجنه من حمراء. خديني معك. قصدي نفس الشيء هون ولا جنه من حمراء نفس الشيء؟ عم تتمسخر علي كمان؟ عم تتمسخر؟ لا حبيبتي ما عم تمسخر، بس عم رتب الجو. مهما سويت ما بيترطب الجو، انا مالي قاعده معكم بهالبيت. حبيبتي يا روحي يا قلبي روقي وخلينا نتفاهم. حبيبي ما بدي روق وما بدي نتفاهم، انا تاركت لك البيت وماشي. ما في روحه. لا بدي روح. لا ما في روح. لا بدي روح. لك يا روحي يا قلبي عم اقول لك انا بحل الموضوع. ما دخلني، انا مالي قاعده انا وياها ببيت واحد. فهمت علي ولا ما فهمت؟ هلا بتطلع جنونه. ها طيب ماشي، رايح لعندها ابحث الموضوع معها وبرجع لعندك، ما بطول. ما في. خلص اعطيني وقت.
طيب ماشي، خمس دقايق بتتأخر دقيقة بترك لك البيت وبمشي. قد ايه؟ خمس دقايق. بلش الوقت ما صفي أربع دقايق. يلا ماشي. في عندك حل تاني؟ عندي. هاتي لشوف نعطينا فيه. هي تنتقل لبيت تاني. شلون يعني؟ لك شو؟ مجنونة أنت؟ هذا البيت لأمه، بتزتني أنا وياكي بالشارع. لا ما بتقدر تزتنا بالشارع، أنت هيك فهمتني قبل ما نتجوز. لك إيه مزبوط هو يعني، بس المشكلة إنه هلأ وضعه حامل ومو حلو، معقول هلأ قلعها؟ ما حلوة، مش هالببو. طيب ماشي الحال، أنا كرمالك رح وافق. ماشي، مرضية أنت. الله يرضى عليك. بس بشرط. شو هو؟ تأمن لي بيت مثل هاد، سياح نياح، مو تستأجر لي غرفة فوق سطوح. منين بدي اجيب لك بيت مثل هاد؟ مالي علاقة، هاي مشكلتك مو مشكلتي، أنا كتر خيري إني وافقت أطلع من هالبيت. إي والله إي كتر خيرك، مرضية كثير مرضية. شو صار معك؟ مشي الحال. طلقتها؟ لا لكا خلص، هي رح تترك البيت تمشي. بدها تنتقل على بيت تاني؟ لكا رح اخذ لها بيت جديد تنتقل عليه. ليش حبيبي؟ انت قدرت تدفع اجرة بيتي؟ شو بدي ساوي؟ انتو هيك بدكم؟ لا مو هيك بدنا، طلقها حبيبي هيك بترتاح منه ومن اجرة البيت. سيهام اسمعي لقلك، طلاق ما في، هذا اخر كلام عندي. تنباع بالعزة انت وياها، تنباع بالعزة انت وياها، بس اللي اوله شرط اخره سلامة، كل يوم بدك تجي لعندي. حاضر. انت بدك تنتقل على بيتك الجديد؟ حاضر. هذا سؤال ثاني. شو ايه؟ انت بدك تنتقل على بيتك الجديد؟ بكره. ليش مو اليوم؟ لك شو اليوم؟ شو اليوم؟ لك انت لك بدك تجننيني؟ شو ساوي فيكي؟ لك انا بدي لاقي منك ولا منك؟ لك صوتي عم يروح ويجي، وين بدي اروح بحالي؟ اطلع لفوق بتحلي فوق الزهر، شو بدك اللي ساوي؟ بهرب منكم، ما بزبط معكم، برجع ما بلاقيكم، لك قولي عليكي. يبعث لي حمى. جننته. شو؟ شايفتك لهلا ما ضبيتي اغراضك؟ هلا بس يجي كامل ويقول لي انه لقالي البيت اللي انا بدي اسكن فيه بضبن. خليني ساعدك مشان ما تتاخري، بعدين بندق تليفون لكامل بيجيب تاكسي وبيجي، خليكي تلحقي ترتيب بيتك على ضو. ايه ما في مشكله، بس يجي كامل ويقول لي انه لقالي البيت بضبن نص ساعه. طيب مو احسن لك اذا ضبيت يوم من هلا؟ ليش تروحي نص ساعه من وقتك؟ عم قل لك ما بدي ضب شي ليجي كامل. طولي بالك، شبكي؟ ليش عم تعيطي علي سعاد؟ ليش يا حبيبتي؟ هلا هي جزات المعروف انه انا جاية ساعدك. خيتو ما بدي اياكي وما بدي معروفك، وصلانة معي لهون ها سهام؟ روحي انضبي بغرفتك، تركيني لحالي بغرفتي. يا عبي الشوم، يا عبي الشوم عليك يا سعاد، ما كنت متوقع منك هيك عم تقلعيني؟ قال يا رايح كتر منايح، انت يا رايح كتر ابايح. طلعي لبرا، طلعي لبرا. شبكي لا تطلعي ولا تطلعي. يا حرام جنيت، يا ترى ليش؟ صباح الخير. صباح الخير. شلون انتي؟ طمنيني. مالي كتير مرتاح. ايه بسيطة بسيطة، خي اشربي قهوتك. يسلموا هالايدين، عم عزبك معي ما هيك؟ لا عذاب ولا شيء، بالعكس انا مستمتع بهذا العذاب.
شربت قهوة لضرتي؟ لا شو شرب، هي فزت تشرب لحالها تنباع بالعزة. المهم انت شو بدك تغدي؟ الا شو بدك تغديها؟ انا بدي غديها، هي بتفز بتساوي اكل لحالها تنباع بالعزة، انا بدي غديها. قلي لي شو بدك تاكلي؟ انا ما جاي على بالي اكل اليوم. ايه علينا لك، مو مشانك، اذا مو مشانك مشان اللي ببطنك. طيب شو رايك تجيب لي دجاجة وتعمل لي عليها شوربة؟ انا نافوخي من فوق. غيره بدك شي تاني؟ سلامتك. بدك شي مني؟ سلامتك. يلا باي باي. وين؟ بدي اروح على الدوام. ايه بكير على الشغل. اقعد تشرب معي قهوة الله يخليك. لا لا لا، هلا بدي اشرب هنيك تهريب. باي باي، مع السلامة. شو هاد؟ صباح الخير. صباح النور. نمتي منيح؟ والله ما عم نام منيح، من نكشة عم في صايرة. بسيطة بسيطة، خي شربي قهوتك. شربي. شو هالقهوة؟ يسلموا إيديك حبيبي، عم عزبك معي. لك لا عذاب ولا شي، بالعكس أنا بستمتع بعذابي لما بيكون من بين إيديكي. شربت قهوة لضرتي؟ شرب قهوة، أنا بتشرب قهوة، هي بتقوم تشرب قهوة لحالها تنباع بالعزا. المهم شو بدك تغدي؟ إلا شو بدك تغديها؟ أنا بدي غديها، هي بتقوم تطبخ وتاكل لحالها تنباع بالعزا. قولي لي شو بدك تاكلي؟ مالي نفس آكل شي. لا حبيبتي ما بيصير، مو مشان شي، مشان الببو اللي ببطني. ماشي، يعني إذا لابد إني آكل باكل شقفتين شرحة وصحن سلطة. لك على نافوخي من فوق، غيره بتريدي شي؟ سلامتك حبيبي. طيب بدك مني شي أنا بقى؟ خليك قاعد نشرب فنجان قهوة مع بعض. لك يا حبيبتي بدي اشربه بالمديرية، هنيك بشربه تهريب. يلا باي. سلام. لازم طفشها اليوم قبل بكرة. صاير عم بحكي مع عالي مثل المجنونة. مجنونة؟ اجناني عليكي والله يا سعاد يا بنت شم الله الطعمة. تعي 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 تعي. واخرتها معك يعني؟ اهلين سهومة. هو صحيح فتي على الأوضة بدون ما تدقي على الباب، بس يلا معلش. الأوضة أوضتك، إمتى ما بدك فوتي؟ طبعاً الأوضة أوضتي، بس هلأ قيمينا من هالشكليات وخلينا بالمهم. آه والله فيك الخير، جاي تباركي لي على الحمل مها؟ مبروك. الله يبارك فيكي، إن شاء الله يوم قيامك بالسلامة. الله يسلمك. شوفي سعاد، كلمتين ورد غطاهن والثالثة بلاهن. حتى تكوني أنتي مرتاحة وكون أنا مرتاحة لازم نحل بقى هالموضوع. هلأ كامل مبسوط كتير بحبلك، بقى اطلبي منه انه يستأجرك بيت لحالك، انا بكون لحالي وانتي لحالك، هيك بيرتاح راسك وراسي. شوفي انا من جهتي كتير 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 مرتاحة بهالبيت ومالي مزعوجة من وجودك ابدا، بس انتي اذا كنتي مزعوجة من وجودي ومالك مرتاحة قولي له لكامل يستأجر لك بيت لحالك. ها صار لك لسان وصرتي تعرفي تحكي كمان. على علمك حبيبتي مو بس الأوضة أوضتي، البيت كله بيتي لأمي نظمية خانو. شان الله سهومي، مالي ناوي اصطدم أنا وياكي مع بعض، كفي بلاكي عني أحسن لك إلك وإلي. أنا عم بتبلاكي أنا؟ استغفر الله العظيم يا ربي، ما عم تتبليني. شوفي ولي أنا شغلي مو معك، شغلي مع حبيبي كامل. هلأ قايمة دق له تليفون واحكي له على الجوابات الوقحة اللي عم تجاوبيني اياها. أنا فرجيكي.
كامل على الوظيفة قبل ما تحكي هي معه وتكذب لك كم كذبة على لساني. ألو؟ مرحبا، إذا بتريد بدي الأستاذ كامل. ألو حبيبي كمولة؟ كيفك؟ مرتاح؟ طيب لا تنسى لوصيتك عليه هون. إيه سهام، عيوني سهام. إيه إيه ماشي ماشي، إيه مثل ما بدك وزن. إيه على رأسي على رأسي من فوق. إيه خلاص هلأ أنا وجاي. إيه أنا وجاي بجيبهم معي. إيه كل الأمور جاهزة. تيا 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 تيا. أيوة ما مو إليك، لا عم بخرج معاملة. إيه حبيبتي شو هالحكي؟ شلون هي بدها تزبط يعني؟ امتى غيرتي طيب؟ منين بدي اجيب لك دجاجة مأنبرة؟ في عصافير مأنبرة، اما دجاج مأنبر ما في. بعدين انتوا شلون اجتمعتوا مع بعضكم؟ مو على اساس كل وحده متسطحه باوضتها بتختار؟ ها؟ اخ ايه خلص انا بشكلس الامور، خلص انا بزبطها. مع السلامه مع السلامه. خرزوا ولا ما خرزوا؟ خلص. ايه عبد الحميد سعاد هات. ايه سعاد. ايه حبيبتي يلا تيا تيا تيا. لا عم بخرج معامله ما عم تنخرز معي. ايه سعاد. ايه حبيبتي. ايه شو هالحكي؟ عن جد عم تحكي؟ وامتى غيرتي؟ بطه الى عرف؟ مين منين بطه؟ في بطه الى عرف؟ ما خلص هلا بنزل على سوق العتيق بعرف لك شو الموضوع بخبرك. اذا لقيت بطه الى عرف بجيب، ولو ما لقيت بدي جيب. خلص حاضر حبيبتي مع السلامه. لا تحركي كثير. ها مع السلامه. لك شو شاجه مأمرة وبطه الى عرف؟ ناوي تصير شيف كامل؟ شو بدي اعمل لك؟ شو بدي اعمل غصب عني؟ ايه قوم استاذ كامل، قوم لعن نسوانك، قل لهم فزوا عن التخوتة بقى، حاجتهم دلال ومرض. قوم. خايف يا ابو الفوز؟ خايف، انا خايف شي وحده منهم اذا تلحلح حياتي يقوم يصير له شي الجنين اللي ببطنها. انت بتعرف انه 3 اشهر الاولانيات هن اخطر 3 اشهر بالحمل. ايه معناتها مالك حل غير انك تجيب لكل وحده امها تقعد جنبها وتحوس فيها. نعم، بدك ياني جيب حمواتي حطهم عندي بالبيت؟ لك بدك ياني جن اكثر ما انا مجنون؟ كتر خيرك على النصيحه. شوف حبيبي انا مستعد اجلي وكنس وامسح واطبق، لك مستعد اشتغل عصايه نشافه، ولا جيب هدول التنتين العقارب حطهم عندي بالبيت.